ما الحوانت بنتي، الحوانت يماك ولا والدينا حنا قبل ما تنزادوا انتم، كانت اللي مات الام من مصروف البيت تقتصد منه باش تخبي وتشري به الحوايج. كيفاش تقولوا تخطف لها؟ تخطف لها هذه تعجبني. تخطف الدلالات يجوا للديار يبيعوا الذهب. تخطف لها حاجه تاع الذهب. كانت لويزا وكان نيكشات خلص غير بالعقل. الله يبارك، ما تجي توصل بنتها باش تتزوج سي واحد جامله مجموله. وشوفي حتى هذو العائلات اللي يخدم فيهم غير الاب برك وصيبي عنده شحال من طفله، سبحان الله يجهزهم كاع باسكو بعقلانيه. النيه يا سيده، النيه والله كل شيء بالنية. كانت النية وكان كانوا الشانيات كيف شو يحبوا الشان ويحبوا يعطيك الصحة. كما قلتي طبيعية، المرأة يعني تزيرية ومازالها لدوك قاعدة، ما قاعدة في الدار ولا خدامة ولا تلقايها اقتصادية، تقولي تقرات اقتصاد يعني كل حاجة سياسية، كأنها قرات سياسة بوليتيك كيف دبلوماسية تانيك بسيكولوج كأنها قرات سيكولوجي مع أولادها. تعرف كيفاش كيفاش كندخلهم لولادها وراجلها وعائلة راجلها اكسيتيرا. لا احنا هي المرأة الجزائرية. نعم نعم لأنها كونها البيئة اللي عاشت فيها، فيها السكينة والطمأنينة، ما فيهاش العنف بزاف، متوازنة، ما فيهاش القيل والقال، ما فيهاش الأخذ والرد، فيها أنت ربة بيت. هذا هو الدور ديالك، الدور تاعك هو باين. تبدليني الحب والحنان كما قال الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يا بنتي بلا حب وبلا حنان وبلا عاطفة، ربي قال لك واجعلنا بينهما مودة ورحمة. إذا كان ما كناش رحماء بأنفسنا معاك أنت ومعايا أنا، كيفاش تحبيني نكون جيل صادق مخلص يحبني ويحب أهله؟ سي با بوسيبل. بالحب تقدري تبني، بالحب تقدري تبني. أصغر كلمة في القاموس حابة حب، لكن تبني بها، تبني بها أجيال طبعا، وتبني بها أسوار. الله يبارك